الشريحة اللي السابقة كان فيها الكلام عن القراءات، لقينا صفين من القراءات، عمودين قصدي، عمود التايم وعمود البي دبليو اف. البي دبليو اف يرسم هنا على الورقة هذه، الجزء هذا من المحور واي، والتايم يرسم وين؟ على المحور اكس. لو تلاحظوا الورقة اللي أمامنا الآن هذه ليست ورقة بيانية عادية، وبالأخص المحور اكس تشوفوا التسلسل متاعه كيف بادي، هذا يسمى سيمي لوك. سيمي لوك بيبر، هذا اللي نرسم عليه شنو؟ نرسم عليه رسمة الدرو داون. بينما المحور واي هو عبارة عن شنو؟ بياني عادي، خط بياني عادي. كيف ندير قراءات التايم هنا في اللوك وقراءات البي دبليو اف هنا؟ نجي نشوف شنو اول حاجه، نجي نشوفها، نشوف تسلسل القراءات منين بادي، اعلى قيمه واقل قيمه، نبدا باقل قيمه ونوزع، هنشوفه ان شاء الله في مثال، وفي فيديو بعثت لكم الرابط بتاع هذا تشوفوه، فيه شرح باللغه العربيه، مثال واضح موضح وسهل جدا. نشوف القراءات، نوزع القراءات متاعي على المحور واي من أقل قيمة لأعلى قيمة، ناخذ مقياس رسم معين، مثلا عندي يبدأ أقل قيمة في مثال 3400 بي اس اي وينتهي ب 3800 بي اس اي. هنوزعها مثلا، هذه 3450، هذه 3500، هذه 3550، هذه 3600، 3650، 3700، 3750، 3800، وهكذا. المهم نوزع قيم البرشر بتاعي على المقياس اللي على المحور الواي اللي على الجهة اليسار اللي هو الـ vertical axis، ونوزع التايم على شنو؟ على التايم موزع طبعا. نجي ناخذ القراءات، بدري قلنا 0.5 hour، نص ساعة، وناخذ قراءة شنو؟ قراءة البرشر، ناخذ قراءة البرشر هنا الورقة هذه طبعا كيف موزع ما فيهاش 0.5، فنقدر ندير نخلي هذه واحد، ونخلي هذه 0.1، وهذه 10، هذه 100، وهذه 1000، وهكذا. تمام، عندي 0.5 اور مثلا، وعندي قيمة، أعلى قيمة حتكون أول قيمة مثلا 3700، وندير النقطة وين؟ عند 3700. عندي الأخرى 1.2 مثلا، القراءة الأخرى تايم، وكم قراءة البرشر؟ 3650 مثلا، وهكذا. ناخذ كل نقطة وما يقابلها، كل نقطة وما يقابلها، ممكن يكون عندي 20 30 على حسب العدد. كيف ندير ونرسم؟ يطلع عندي زي المنحنى هيك بالشكل هذا. هذا منحنى شنو؟ هذا منحنى الدرودر. نشوف المنحنى بتاعي كيف شكله، كيف ماشي. مرات في نقاط ما يجانش عليه شنو، نقاط يجان هنا ونقاط يجان هنا، فنختارنا شنو اكبر عدد من النقاط على خط مستقيم، اختار اكبر عدد من النقاط على خط مستقيم. اوكي، مرات في نقاط يجان برا الخط المستقيم، ده هنا وحده هنا، نختار اكبر عدد من النقاط على خط مستقيم. حيبان الكيرف عندي كيف ما قلنا بدري، مقسم الى جزئين، الجزء الاول والجزء الوسطي والجزء الثاني. تسمى الجزء الأول يسمى مثلا جاء هنا، والجزء الأخير جاء هنا،
هذا حاجة اسمها ETR، هتجيه بعدين إن شاء الله، Early Time Region، البداية لما فتحت البير. وهذه حتكون شنو؟ حيكون مغطيها شنو؟ الـ Wellbore Storage. وهنا الـ Mid Time Region، هذه في النص، وهنا حتكون شنو؟ داخل الريزرفوار، جهة الريزرفوار داخل، يعني شنو؟ في مسافة من الريزرفوار ولكن ليست عند حدود الريزرفوار، ربما حدود الريزرفوار تكون هنا في الجهة. اوكي، فهذه هي رسمة شنو؟ وهذه ليت تايم ريجن اسمها. بالمثال حتكون واضحة أكثر. هذا عبارة عن شنو؟ توضيح. فمن هنا نجي ناخذ شنو؟ نجي ناخذ أول حاجة ميل الخط المستقيم. ميل الخط المستقيم حاجة اسمها M، حاجة مهمة نطلع بها بعدين شنو؟ الكي البرمابيلتي، وبعدين نطلع منها شنو؟ السكن، وهكذا. نجي ناخذ ميل الخط المستقيم. ميل الخط المستقيم ناخذ شنو؟ 1 سايكل. 1 سايكل اللي هو شنو؟ من هنا لهنا، من الرقم هذا الى الرقم هذا، تسمى شنو؟ 1 سايكل، مربع واحد على الخط المستقيم. ناخذ نرجع بالعشرة تلامس مع الخط المستقيم، وناخذ قراءة شنو؟ قراءة الضغط هنا، وبعدين ناخذ قراءة الخط المستقيم ونمشيها. طالي نقطة هنا ونقطة هنا، مثلا هذه 3650، وهذه 3600 مثلا. الفرق بينهن هو الام، الفرق بينهن هو الام اللي هو شنو؟ 50. الميل طلع عندي 50. بعدين عندي معادلة أخرى، بعدين هتجي في الشريحة اللي بعد هذه، نعوض بالام يطلع لي شنو؟ يطلع لي الكي البرمبيلتي. من الكي نعوض في المعادلة بتاع السكن. المعادلات هذين كلهم هيكونوا متوفرات على شيت إن شاء الله يجاكم في الامتحان، هيجيكم إن شاء الله في الامتحان، لكن مش هيكون مطول إن شاء الله، هيكون بطريقة مختصرة، ممكن حتى الرسم مختصرة لك، لكم رسمة جاهزة تطلعوا منها أنتم الأشياء هذين الأم، وتعوضوا في المعادلات تجيبوا الكي وتجيبوا الإس. طبعا هذا الرسم هيكون رسم مكتمل ومثال على الطريقة اللي رسمنا بيها. هذين هنا الـ PWF، وهنا الـ Time بالـ Hour، على سيمي جراف لوج، لوج جراف سيمي لوج. سيمي لوج معناها محور باللوج المقياس نتاعه، والآخر شنو؟ كارتيزي، أو تشوفوا فيه 900 إلى 970 على حسب القراءات، على حسب القراءات اللي معطاة عندك في المثال. تمام، فهنا يرسم النقاط رسم عادي، رسم رياضي عادي، وبعدين يوجد الميل بالطريقة اللي قلناها، ياخذ 1 سايكل، يلقى قراءة من هنا ويمشي بها شور محور الواي، ويلقى قراءة من هنا ويمشي بها شور محور الواي. الفرق بين القراءات هو الميل. هنا ام نطلعها شنو؟ ام تساوي 22 بي اس اي لكل سايكل، 22 بي اس اي لكل سايكل. بعدين شن الهدف متاعي؟ الهدف متاعي توا شنو؟ نجيب البرمابيلتي. توا نقدر نجيب البرمابيلتي متاع البير. الكلام هذا كله منين؟ الكلام هذا كله من الميد تايم ريجن. الام نجيبها منين؟ من الميد تايم ريجن، ما نجيبهاش من الويلبور ستورج افكت، ولا نجيبها من شنو؟ لما قاعد شنو البير سيمي ستيدي ستيت، في مرحلة السيمي ستيدي ستيت، نجيبها من شنو؟ في الميدل تايم ريجن. فنجيب الام، نجي نعوض شنو؟ نتحصل على البرمبيلتي. ام عندي اتش ثيكنس نتاع البيزون، كيو نعطيها لك في المثال معدل التدفق اللي ندار به التست، قلنا معدل تدفق ثابت، يفتح البئر على معدل تدفق ثابت. وبعدين البي الفورميشن فاليوم فاكتور تعطى، وبعدين الميو نتاع شنو؟ نتاع الليكويد اللي منتج، اللي الميو اللي هي شنو؟ الفيسكوستي. الميو اللي هي الفيسكوستي. نجيب الكي، من الكي نتحصل على شنو؟ على السكن، نتحصل على السكن. هاي الكي هو مكانها اللي جبتها. فنجيب الام اول حاجه من الرسم البياني، وبعدين ننتقل الى شنو؟ المعادلات، نعوض، نجيب البرمبيلتي نتاع البئر، ونجيب شنو؟ السكن نتاع البئر، هل في تضرر في الطبقه ولا ما فيش.
القانون هذا كله جاهز. ام عندي بي اي تكون معروفه اللي هي شنو، ريزرفوار بريشر، ريزرفوار بريشر انيشال، ريزرفوار بريشر بي 1 اور، هذه هي اللي شنو المجهول الوحيد في المعادله هذه. الفاي البوروسيتي، الميو الفيسكوسيتي، سي تي الكومبرسيبيليتي، وار دبليو نصف قطر الويلبور، نصف قطر الويلبور. الرقم هذا ثابت والرقم هذا ثابت. المعادلات هذين مش مطلوب منكم تحفظوهن، هيجانكم ان شاء الله في شيت خاص. مطلوب منك كيف تعرف تعوض، وكيف تجيب الام، وكيف تجيب البي 1 اور. البي 1 اور منين نجيبها؟ ها هي طالعه 954. البي 1 اور الضغط عند الساعه الاولى، بي 1 اور قلنا البير كان شنو، البير كان مغلق، كان شت ان لفتره من الزمن الى ان يحدث الاستابلايزيشن، وبعدين الشيء الاخر اللي هو شنو، قمنا بفتح البير. لما جت الون اور، القراءه الون اور حتى ولو مش موجوده في التسلسل، مرات مش موجوده، مرات بادي بنص ساعه وبعدين ساعه ونص، مرات ما تحطهاش في الجدول، ولكن تجيبها بيانيا ترجع بالون اور تايم على المحور هذا. ياهي 1 اور طالع عندي شنو 954 بي اس اي، نعوض بيها يطلع لي شنو، يطلع لي سكن فاكتور.